شرع باب القصر اقبلت بنت الحجاج العريبة هم أحمد كما البدر المبين. ارحبي يا أم العريس عد براق الغمام هيبتك هيبة لها يوقفون الحاضرين. هيبتك هيبة لها يوقفون الحاضرين. 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-533. شرعوا باب القصر اقبلت بنت الحجاج العريبة هم أحمد كما البدر المبين. ارحبي يم العريس عند براق الغمام هيبتك هيبة لها يوقفون الحاضرين. بنت شيخ الهيل عين رقاس السنة بنت قوم للكرم والعطا متوارثين. افرحي في عرس ابنك افرحي في عرس ابنك عسى افراحك دوام احمد اللي فرحته ما مثلها فالسنين. الف مبروك الف مبروك يا نسل الكرام يا السنة في احمد اللي لك مواقفك تبيه. يا ولد شيخ الكريم وفش التحزة قاعتي قلب بسيف العزوم ما تلين. ايه واخوانك عضيدك ايه واخوانك عضيدك وذخن فالنا حمد وعمر قروب من رجال الصالح والخوات الغالية فيهن احتر الكلام. هذه هند وهذه نوف ما خذات كل زين. الضرابة في نجاح وامل والاحتشاء نوره وهدي لك وام محمود خالتك وام محمود خالتك كانها بطي العدام الوقارة طبعي فيها معارك قوي. خذت بنت العز بنت الرجال اهل المقام بنت كسب الجمايل علي درب اليمين. مريم اللي زينها فارق بين لنا اجمل واحلى عروسة وتسحر كل عين. وامها المهرة الاصيلة خذت اربع وسام وعمر وصالها طيب واخلاق ودين. والصلاة على النبي المصطفى مسك الخدا والله ديما الفرح كل وقت وكل حين. شرعوا باب القصر اقبلت بنت الحجام العريبة هم احمد كما البدر المبين. ارحبي يم العريس عند براق الغمام هيبتك هيبة لها يوقفون الحاضرين. بنت شيخ هيل عين رقى راس السنة بنت قوم للكرم والعطاء متوارثين. افرحي في عرس ابنك افرحي في عرس ابنك عسى افراحك دوام احمد اللي فرحته ما مثلها فالسنين. الف مبروك الف مبروك يا نسل الكرام يا السنة في احمد اللي لك مواقفك تبيه. يا ولد شيخ كريم وفش التحزة باعتي قلب بسيف عزومه ما تلين. ايه واخوانك عضيدك ايه واخوانك عضيدك وذخرك فالنا حمد وعمر قلوب من رجال الصالح والخوات الغالية فيهن احتر الكلام. هذه هند وهذه نوف ما خذات كل زين. والضرابة في نجاح وامل والاحتشاء نوره وهدي لك خالتك كانها الطبي العدام الوقارة طبعي فيها معارك قهري. خلت بنت العز بنت الرجال اهل المقام بنت كسب الجمايل علي درب اليمين. مريم اللي زينها فارق بين لنا اجمل واحلى عروسة وتسحر كل عين. وامها المهرة الاصيلة خذت اربع وسام ام عمر وصالها طيب واخلاق والصلاة على النبي المصطفى مسك الخدا والله ديما الفرح كل وقت وكل حين. استخدامها وللطلب بدون حقوق او الاستفسار التواصل على جوال